واليوم نكمل تفسير سورة الفجر. الأول نراجع يا زينب سورة الفجر. يلا يا عمري، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر، قولي الفجر. قولي والفجر ولا ليل. السبع والوتر. إني إلى يسر من ذلك الذي قسم الذي حج ربك في رمضات الإيمان التي لم يخلق مثلها في البلاد ثمود وثمود الذي بين صعب الصخرة في الوعد قوم في الأوتاد ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب صب عليهم ربهم سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمة فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي. اليوم يا زينب نتناول التفسير باقي السورة من أول آية. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. شوف يا زينب، الله أنعم على هذا الرجال بنعم كثيرة. إن الإنسان إذا اختبره الله سبحانه وتعالى وامتحنه بالنعمة وأكرمه بالمال ونعمه بالكثير من الفضائل يفرح ويسر. يعني يا زينب، أول ما ربنا يعطينا نعمة، أول ما ربنا ينعم علينا بأي نعمة، شنو بتسوي؟ نفرح ونستانس، صح يا زينبي؟ حلو، نفرح ونستانس ونشكر الله سبحانه وتعالى. وأما إذا ما ابتلاه، يعني مثلا يا زينب لا قدر الله اختبر الإنسان بالفقر والفاقة، يعني صار الإنسان فقير وضيق الرزق، يظن أن هذا بسبب استهانة الله به، يعني يقول لا عشان أنا الله استهان فيني والله ما يحبني وكذا، تمام؟ فيقول ربي أهانني، يعني بيقول الحين الله أهانني عشان سلب مني كل النعم هذه، سلب مني كل النعم اللي كانت عندي. أوكي زينب؟ يبقى الفقر الغنى والفقر من مين يا زينب؟ الفقر والغنى من مين؟ من الله. الفقر والغنى من مين؟ الله سبحانه وتعالى. تمام. كلا بل تكرمون اليتيم. شوف، لا تكرمون اليتيم، يعني شايفه هذا الرجال يطق الولد الفقير اليتيم. لا لا، ليس الامر كما تظنون فانتم لا تحسنون الى اليتيم. اليتيم هذا اللي هو ابوه وامه ماتوا زيه، اللي ما عنده اي احد يعطيه فلوس، اللي ما عنده احد مثلا يعطيه اكل كذا، هذا اسمه اليتيم زينب. اوكي، اللي هو ابوه وامه ميت. اوكي، هذا اسمه يتيم، يتيم الاب، يعني ما عنده احد يصرف عليه. ولا تحاضون على طعام المسكين، المسكين اللي هو الفقير،
لا ولا يشجع بعضكم بعضا على اطعام الفقير والايه المسكين، الفقير وشنو يا زينب؟ ولا تأمرون بالتصدق على الفقير، يعني حتى احنا ما ننصح بعض بالتصدق على الفقير. وتأكلون التراث اكلا لما، يعني شايف الناس لما يكون عنده نعمة يخشها يطمع فيها. تأخذون حقوق الأيتام وتأكلون أموالهم أكلا شديدا، يعني شايفة هذا يأخذ أموال اليتيم ويصرفها. ولا تعطونهم نصيبهم منها كما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، كما أوجب من زينبي